السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم على تاني حاجة في الكواليتي اوف سيرفيس اللي هي الترافيك شيبينج. طيب الترافيك شيبينج ده بيتكلم علشان ايه؟ علشان نبدأ نريجوليت الافرج او البرستنس من الداتا اللي احنا ايه بنعملها فلوينج او بنبعتها على النتورك بتاعتنا. جميل جدا. فبيقول قبل ما النتورك تقدر تحقق الكواليتي اوف سيرفيس دي المفروض تبقى عارفة الترافيك اللي هي هتسمح بيه. طيب الجول بتاعنا ايه؟ ان احنا نقلاو الابليكيشنز كلها ان هي ترانسميت بفرايتي مختلفة من الترافيك على حسب احتياج كل واحد فيهم. ما نبقاش عاملين اجبار لكل ابليكيشن ان هو يبعت ترافيك معين. ففي ابليكيشنز الترافيك بتاعها قليل جدا، ابليكيشنز الترافيك بتاعها عالي جدا، فالكلام ده كله مختلف. تمام. فالكلام ده لازم يكلود سام بروست اللي هو ايه، اوقات بنبعت فيها اوقات ما بنبعتش فيها وهكذا. طيب فلما الفلو يجي سيت اب المفروض اليوزر ايه يعمل ايه؟ المفروض يأجري على باترن معين او شيب معين من الفلو اللي هو يبعت بيه كانها ترافيك باترن معين، ان انا هبعت كل قد ايه كميه قد ايه، او هبعت بطريقه مثلا عندي بروست انا ببعت كل فتره معينه وبعد كده بسكت وهكذا. الاجريمنت دي اسمها ايه؟ اسمها SLA Service Level Agreement. طيب قال لك طالما الكاستمر بيفولفل البارت بتاعه، بيحقق من البارت بتاعه من الاتفاقية دي على حسب ما هو اتفق مع او الكونتراكت بتاعه مع البروفايدر، يبقى كده البروفايدر لازم يعمل ايه؟ لازم يدليفر الجارانتيز دي او السيرفيسز دي او الباكتس دي تمام في تايم فاشن معين. خلاص احنا اتفقنا ان احنا انا هبعت كل فترة معينة وخلاص، احنا اتنين اتفقنا والوقت ده ماتشد مثلا او متفق مع الجارانتيز بتاعة الهوست او البروفايدر، فخلاص البروفايدر بقى مجبر ان هو يبعت الفريمز بتاعتي او الباكتس بتاعتي بالفاشن ده. جميل. الترافيك شيبينج بيرديوس الكونجستشن ازاي؟ ان احنا بقينا خلاص بقينا عارفين الشيب بتاع كل يوزر بتاع كل ابلكيشن كاستمر، فبالتالي مش هيحصل كونجستشن، مش هيحصل زحمه قوي عند الراوترز او في النتورك لاير. لا الموضوع بقى اسهل من كده، كل واحد بقينا عارفين هناخد قد ايه ترافيك معينه من كل يوزر قد ايه، فالدنيا هتبقى ايه ماشيه. بس في مشكله ان البروفايدر ازاي هيقدر يعرف الكاستمر ماشي مع الاجريمنت دي ولا لا؟ فبالتالي لازم يكون في مونيتورنج للنتورك بتاعتنا، حاجه بما تسمى ايه الترافيك بوليسنج. الترافيك بوليسنج ده ان انا بمونيتور النتورك، فانا بقول مثلا انه انا اي باكت هتعدي الليميت بتاعي هتاكزيس الاجريد باترن ده هتبقى دروبد على طول، هعملها دروبينج. تمام جدا. او هماركوهم ان هم ليهم لو بريوريتي، فبالتالي مش هبعتهم دلوقتي، اركنهم عندي دلوقتي، هدروبهم لو انا خلاص البفر بتاعي مفيهوش اي مكان، هخليهم لو بريوريتي لو عندي مكان في البفر بتاعي. تمام. فالشيبينج والبوليسينج دول مش مهمين قوي بالنسبة للبير تو بير كوميونيكيشن. الموضوع بقى سهل. اصل ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا الاتنين ما بيننا باندويتس معين، ما بيننا سلك لينك واحد بير تو بير، او يعني اكتر من لينك بس بير تو بير، الموضوع ما بين طرفين، فبالتالي مفيش كونجستشن اصلا، فخلاص الموضوع بقى اسهل من كده. لكن في الريل تايم داتا اللي لازم يكون ليها ريكويرمنتس معينه عشان في يوزرز او ابلكيشنز كتير، لا. فانا هنا بقى موضوع الشيبينج والبوليسي دول حاجه مهمه عندي. تمام. انا عندي تو الجوريزمز لايه لموضوع الشيبينج ده. اول حاجه اسمها الليكي باكيت الجوريزم. تمام. قال ان كل هوست متوصل للنتورك عن طريق انترفيس، الانترفيس دي بتكونتين ليكي باكيت. تمام. الاوت فلو از ايه كونستنت ريت، يعني الريت بتاعي كونستنت، حاجه زي كده. انا هوست اهو انا ببعت باكيتس بريت معين او ببعت باكيتس بشكل ما يعني، فالمفروض في الليكي ريت في الليكي باكيت ان الريت بتاعي ده كونستنت. جميل جدا. طيب
قال كمان ايه؟ قال ان انا عندي كاباستي بي، فانا ما اقدرش اسيف في البفر بتاعي او في الباكت بتاعي اكتر من بي باكتس او بي بيتس، تمام. فعلشان ابعت الباكت للنتورك المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا اقوم مزود ووتر للباكت. فلو في باكت arrived والباكت كان فول، ايه اللي بيحصل؟ يا اما بيعمل لها كيو، يا اما لو مفيش مكان خالص في البفر هيرميها. فانا وانا ببعت عمال ببعت، فانا عمال ازود في باكتس او ازود في ميه زي الرسمه هنا على حسب ما هو ايه الوصف بتاع الليكي باكت. انا عمال بزود في باكتس وعمال افلو، جميل جدا. فلو انا البفر بتاعي اتقفل خالص هنا جاب اخره، ساعتها اللي بيحصل ساعتها ان هي خلاص كده هيدسكارد، انا ما عنديش اي مكان فرمي. تاني الجوريزم هو التوكن باكت، قال ان النتورك انترفيس بقى بدل ما كانت زي ليكي باكت، لا بقت باكت انا بملاه بالتوكنز، تمام. الريت بتاعي ار، جميل جدا. يبقى ده كده ايه الريت اوف ارايفل، الريت اللي انا بزود بيه الباكت في التوكن، تمام. وليه كاباستي بي برضو حاجة زي كده. فدلوقتي انا بقيت بملا بريت ار، بخرج بره على حسب انا محتاج قد ايه، تمام. وفي نفس الوقت اللي هي كاباستي بي. طيب قلنا برضو علشان ابعت باكت المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض لازم يبقى عندنا القدرة ان احنا ناخد المية دي او ناخد التوكنز دي، تمام. لازم نقدر ناخد التوكن دي من الباكت، يا اما بحط ميه في الباكت بدل ما انا كنت بحط ميه في الباكت، يعني بدل ما انا في الحاله دي كنت بزود فالفلو هنا بينزل، لا انا هنا مهتم مش ان انا ازود، لا انا مهتم ان انا اخرج، جميل جدا. ايه كمان؟ قال ان مفيش اكتر من عدد معين من التوكنز بي كان اكيوميليت في الباكت دي، اكتر من كده نفس برضو زي الحاله اللي فاتت، اكتر من كده هيبقى ايه discarded. لو الباكت كانت فاضية اللي بيحصل، فلازم نستنى لحد ما توكنز تانية تيجي قبل ما احنا نقدر نعمل ايه نبعت باكت كمان. هنا خلاص التوكن الباكت بتاعنا فاضي، فمفيش اي باكت جاهزة انها تتبعت، فخلاص مش هنقدر نبعت، لازم نستنى لما في باكت تيجي هنا وتتحط في الباكت بعد كده نخرج منها، جميل جدا. قال ان الليكي والتوكن باكتس بيليمتوا اللونج تيرم ريت اوف افلو، بمعنى ان انا على المدى البعيد انا عندي ليميتس معينه، زي على حسب انا بحط قد ايه الباكت بتاعه ملا ولا لا. فده العامل المؤثر في كده كان ايه؟ كان الكاباسيتي، جميل جدا. لكن على مستوى الشورت تيرم بروستس لا، الموضوع بيبقى ماكسيمم بقى، انا برجليته للماكسيمم ريجوليتد لايه لينس مثلا to pass through unaltered، ان هو برضو مش بيسافر اي delays، الكلام ده كله. ان انا خلاص طالما انا short term فالموضوع بالنسبة لي معتمد على ايه؟ على الريت ده او الريت اللي انا بقى ايه باخد بيه التوكنز، جميل جدا. قال ان ال large bursts ممكن اعمل لهم smoothing عن طريق ال leaky packet traffic shaper، علشان اعمل ايه؟ علشان اقلل ال congestion. ان انا لو في بروست واخده وقت كتير قوي، فانا المفروض اعمل لها سموثنج ان انا ابدا اظبطها بقى بايه بالليكي باكت ده، علشان ما بقاش انا مالي الترافيك واخد الترافيك كله، لا احنا بنظبط الكلام ده عن طريق الترافيك باكت علشان نبقى كل الناس واخده ايه بورشنز معينه، ما حصلش ايه كونجستشن ايه على النتورك بتاعتي، جميل جدا. ففي مثال هنا كان بيوضح مثلا ان في هوست كمبيوتر بينزل بريت معين، تمام، وبيبدأ بقى ايه يحط لنا شوية مقارنات او شوية حاجات كده. فقال الكمبيوتر ده بيبروديوس داتا بالريت ده، تمام، جميل جدا. وقال ان الفيرست لينك شغال بنفس السبيد، جميل. يبقى كده ايه الباكت بتاعنا في ليه ريت معين، حلو. الباترن الترافيك ده بجنريته ماشي على حسب الشكل ده، لو انا ببعت بريت كده وبعد كده بستنى وبعد كده ببعت بريت كده لمدة قد ايه وهكذا.
جميل جدا. قال الباترن ده بروستي ليه؟ لان انا زي ما احنا شايفين بعت شوية وبعد كده وقفت وبعد كده بعت وهكذا. تمام. الافريج ريت على خلال الثانية الواحدة ان انا ببعت 200 ميجا بير سكند. حتى لو الهوست بيسند الكلام ده كله فالتوب سبيد هتبقى ايه؟ هتبقى التوب سبيد اللي هو مديها لنا كانت 1000 ميجا بير سكند. تمام. فاحنا لما نيجي نبص هنا هنلاقي ان احنا الماكسيموم بتاعنا هنا كان 1000، فهنقعد نبعت اللي هو حط لنا 16000 بيتس، فنقعد ايه نبعت بالريت بتاعنا ده لحد ما الباكت ايه تخلص، وبعد كده هتتملي تاني لحد ما يبدأ يعمل ايه، لحد ما يبدأ يبعت تاني وهكذا، لحد ما ايه تاني نخلص فنبدأ نملاها تاني وهكذا. طيب بي بقى، بي لو كان الريت كده وبعد كده ايه بيبعت بريت اقل شوية، بعد كده بيبعت بريت ايه اقل. تمام. فنبص هنلاقي ان هنا لما وقف وبدأ يبعت بريت لحد ما متناسب مع التايم بتاعنا او البروسيسنج بتاعنا، فخلاص اللي داخل قد اللي خارج تقريبا، فالدنيا حلوة. بعد كده هيبدأ يبعت بريت كمان. تمام. يعني مش بيبعت، هو خلاص بطل يبعت، فاحنا نبدأ ايه الباكت بتاعتنا تتملي بالديتا لحد ما ايه يبدأ يبعت تاني. فنفس الريت ده كان هو الريت تقريبا اللي بيدخل بيه هو الريت اللي بيخرج بيه لحد ما ايه ما نخلص، فنقوم ايه واحنا عمالين بندخل ديتا كمان، فالباكت هتبدأ تتملي تاني. هنا بقى لو هو من الاول شغال بريت معين، فساعتها اللي بيحصل الكباستي عندنا بقت زيرو تقريبا، ان انا خلاص انا نفس الريت ده هو ريت الانترنس هو ريت الاكزيت، فالدنيا ايه ماشية جميلة، ان انا مش محتاج ان انا اقعد وقت كتير علشان افضي الباكت. تمام. قالك بقى ان الراوتر تقدر تاكسبت داتا بالتوب سبيد بتاعتها تمام لانترفال قصيرة، اكتر من كده البفر هيتملي. تمام. اكتر من كده البفر هتتملي، فساعتها الباكتس اللي هتيجي تاني هيلا هيحصل لها هتبقى دروبد. تمام. علشان ايه؟ عشان ملهاش مكان. فعلشان نافويد الباكت لوس دي المفروض نشيب الترافيك بحيث عند الهوست ده التوكن باكت يبقى الدنيا ايه سهلة. تمام. فاحنا بنستخدم توكن باكت. جميل. فلو استخدمنا ريت ار ب 200 ميجا بيت بير سكند والكباسيتي بتاعتنا كانت بي كانت كده، فالترافيك هيبقى ايه هيبقى خلال الريجن اللي النتورك تقدر تهندلها. تمام. فالاوتبوت هيبقى ايه هيبقى بالمنظر اللي احنا هنشوفه اللي هو ده، هيبقى كده. فتقريبا انا الدنيا عندي لطيفة، انا عمال ببعت وبستقبل، عمال ببعت وبستقبل في نفس الوقت، ما بعملش اوفر لود على او بعمل اوفر فلو على البفرز بتاعتي. تمام جدا. طيب فالهوست كان يقدر يبعت الثروتل ده بالالف ميجا بيت بير سكند. تمام. الشورت تايم لحد ما يتملي، بعد كده هنبدأ بقى ايه ندروب شوية او نويت شوية او الكلام ده. تمام. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيضطر يرجع ل 200 ميجا بيت بير سكند. ده ليه؟ علشان يتفادى المشكلة اللي هو كان عمال ايه يبعد يدخل بيها ديتا، علشان البافر خلاص اتملى يا جدعان، هندخل بيت داتا تاني فين؟ تمام. لحد اللي ما يحصل لحد ما الافكت ده يسبريد على مستوى البراس تايم، ان انا قللت الوقت اللي انا الكمية اللي انا بدخلها وانا عمال بسحب، فبالتالي السحب اكتر من اللي داخل، فالبافر بتاعي هيفضل شوية شوية لحد ما ايه اللي يحصل لحد ما الكلام ده يبدأ ينزل، فيبدأ ايه اقدر ادخل تاني باكتس جديدة بريت اعلى شوية وهكذا. بس فالاكزامبل ده كان بيشرح الكلام ده. فلو قلنا ان احنا عندنا البروست تايم كانت اس الوقت اللي انا ببعت فيه، تمام، وكان عندنا الماكسيمم اوتبوت ريت بتاعنا ام، ده كده توكن باكت، الكباستي بتاعته بي، والارايفل ريت ار. تمام. فانا كده اقدر اعمل ايه؟ اقدر اوت بروست
contains الماكسيمم بتاع بي زائد ار اس. ده بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عمال ادخل بريت معين جميل خلال وقت معين وعندي كاباستي، يبقى الماكسيمم اللي انا اقدر اخرجه هو اللي انا بدخله خلال الوقت ده زائد الكاباستي. تمام، الماكسيمم اللي انا اقدر اخرجه هو الماكسيمم ريت بتاعي مضروب في التايم ده. جميل جدا، كده احنا خلصنا الترافيك شيبينج. شكرا جدا.